عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل تتبيلات حلوه جدا جدا جدا. هنعمل سمك او ميكس سي فود او سي فود ميكس. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقه بسيطه خالص. خليني احط دي هنا. تاخدوا نوع السمك اللي انتوا عايزينه. انا النهارده واخده ايه؟ واخده كاليماري، جمبري، فيليه، وكمان عندي سمك موسى اللي هو في المغرب كان يقولوا ليه سول يا البنات، سول. طيب هحتاج في التتبيله بتاعته ايه؟ بصوا بقى، سجلوا معايا التتبيله دي لانها حلوه جدا جدا جدا. هنحتاج فيها ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، توابل سمك، وفصوص ثوم مهروسه، وخل او عصير ليمون. يا خل يا عصير ليمون، مش الاثنين مع بعض. بقدونس، وبقدونس يكون مفروم ناعم جدا. ده بالنسبه للتتبيله بتاعتي اللي هتبل بيها السمك الاول. ادي الخل، انا هاخد خل، هاخد كزبره ناشفه، هاخد بقدونس مفروم، كمون، توابل سمك. سارة، الو الو، سلام عليكم. الو، السلام عليكم. كده ايه لباس؟ لباس بخير الحمد لله. رمضان كريم، عواشرك مبروكة. رمضان مبروك عليكي. الله يبارك فيك، عواشرك مبروكة. الله يبارك فيكي. الله احنا فخورين بيكي، احنا فخورين بك والله. احنا في مصر، انا عايشه في مصر ودايما بتفرج عليك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف، شكرا بزاف. الله يبارك فيك، هذا شرف لي، شكرا. ريشلات ديري بريوش من عيوني، غندير لهم في رمضان كلشي كنديرو. غندير لهم هادشي كامل، كاع الشهي ديالنا غادي نديروهم هنايا في رمضان ان شاء الله باذن الله. شكرا لمكالمتك اختي، الله يبارك فيك. خليني اشيل زيت الزيتون ونشوف الطاجين بتاعنا. بصراحه هو عايز يتقدم، مش عايز اي حاجه ثانيه غير اننا نقدمه. بس هوطي عليه النار لحد ما نتبل السمك. حبيبه اهلا وسهلا. الو الو حبيبه، ازيك؟ الحمد لله يا رب على طول. الحمد لله، رمضان كريم. انا الحمد لله يا حبيبي، انا زي الفل الحمد لله. رمضان كريم عليكي. الله ازيك؟ انا الحمد لله. قولي لي يا قلبي، عايزاني اعمل لك ايه؟ الفراخ المقرمشه. عينيا الاثنين، ممكن ننزل لها الفراخ. اوكي، هنزل البانيه وبعدها الفراخ المقرمشه. هاخد الفيليه كمان، هي نفس التتبيله بتبقى حلوه جدا، ما تقلقوش منها، تتبيله رائعه رائعه. اكتروا معاها من الورقيات او الخضار الورقيه زي السبانخ، زي الجرجير، خلي زي البروكلي بيبقى حلو جدا، في نسبه ميه كبيره قوي، بيساعد على الهضم. الحاجات دي كلها بتساعد على الهضم، بتساعدك كمان انك صحيا بيبقى احلى بكتير. كمان ست حامل بيساعدها كتير جدا جدا الفيتامينز. فلا ضروري ضروري يا جماعه تركزوا في الحاجات دي، ما تخافوش، كل السمك وعينيكم مغمضه هيبقى حلو جدا، مش بيعطش ولا حاجه. كل الموضوع انه لازم نعرف التتبيله اللي ندخل معاها. انا هنا مدخله كزبره ناشفه بتبقى حلوه جدا معاه، كمان مدخله فيه الليمون او الخل. ما تحطوش الاثنين، حطوا يا ليمون يا خل، ضروري حاجه من الاثنين بس، لا اقل ولا اكتر. فاعرفوا بس بتقدموه زي سلطات عليكم بالحاجات الخضراء على قد ما تقدروا. دي تتبيله السمك عندي النهارده. هنشيل، معلش اعذروني، هشيل الجلافز ده عشان اقدم الاول طاجين وبعد كده نعمل، نشوف هنعمل ايه في السمك بتاعنا. الفراخ البانيه على الشاشه موجوده. خليني اعمل، بسم الله، عايزه اعمل كده. اوكي، هنعملها بالشكل ده وهوريكم دلوقتي حالا. عايزه ايه؟ انا عايزه ليمون. طيب انا هزينها، طبعا هدوى الطاجين ديالي زي ما قلت لكم، ممكن تعملوه في صينيه، ممكن تعملوه في اللهم صل على حضره النبي، في طاجن مصري. اوكي، كب كيك شوكولاته كمان. ايه الرضا ده؟ ربنا يخليكي ليا يا مرموره، ده انا متدلعه ايه النهارده، شفتوا يا جماعه؟ بصوا انا متدلعه النهارده من كله، مش النهارده، من امبارح بصراحه. جايالي مسجات حلوه قوي، فانا صاحيه فرحانه جدا جدا جدا. فلا يعني النهارده انا ما حدش قدي خالص. اهو سلايز ليمون. طيب
خليني انا بقطع السلايزه دي مصممه كده. بسم الله هكا. يا هلا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الو رمضان كريم، عايزه اعمل كده، كلمينا تاني ورمضان كريم عليك يا رب. طيب انا عندي هنا، انا تبلتهم وسبتهم وانس اني مثلا سايباهم، خلينا نطلع الجلافز ده، وانس اني سبتهم مثلا 15 دقيقه نقول. اوكي طيب 15 دقيقه وانا متبله اضعف الايمان، تبلوهم ب 15 دقيقه مش هتاخد مننا وقت، يعني عقبال ما الزيت بتاعنا يسخن نكون احنا تبلناهم، ما نعملش فيهم البانيه او ما نبنهمش زي ما احنا هنا بنقول في مصر، غير لما ايه لما ياخدوا وقتهم في التتبيل ولما نيجي ننزلهم على الزيت على طول الزيت الغزير. هعمل ايه؟ هاخد انا هنا بصوا بقسماط ناعم مع دقيق، انا دايما نسبة الدقيق بتبقى عندي ازيد من البقسماط، لازم وضروري بالنسبة لي. كمان عندي بيض هخفقه دلوقتي حالا، وبودرة ثوم، ما بحطش هنا لا ملح ولا فلفل، يعني ما بحطش حاجة خالص ابدا. ناهد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا، رمضان كريم يا فندم. الله واكرم عليكي يا منوره شاشه سي بي سي، سفره منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي يا فندم، ربنا يخليكي، ده من ذوقك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ومنوره مصر بحالها ومنوره المغرب كمان. ربنا يخليكي يا فندم، يا رب يخليكي. شكرا رمضان كريم حضرتك، شكرا لذوقك وكلامك الحلو ده. هو انا من امبارح عماله اسمع الكلام الحلو ده، تخيلوا الانرجي اللي عندي عامله ازاي. هاخد انا هنا بيضتين بس، اتنين بيضه، مش هاخد كل ده عشان هاخد اللي احنا هنستعمله بس، هخفقهم كاملين، مش هناخد صفار بس، هي البيضه كلها مخفوقه، هضربها لحد اما كله يمتزج، وهبتدي ابني واحط في النار على طول، يعني مش هعمل اي حاجه غير اني اهو هعمل البيض الاول، بعد كده هاخد هنا في الدقيق اهو، هتاكد انه اتعمل بالشكل ده بالطريقه دي، خليني نحطه على جنب، وهعمل واحده تانية هنا، ونفس الفكره هنعملها للاسماك كلها بالطريقه دي، بس عايزه نحمر كده مع بعض شويه. يلا بينا اهو، بصوا والزيت سخن عندي جدا زي ما انتوا شايفين، لازم يبقى سخن قوي خصوصا في السمك، غير اللحوم السمك بيستوي بسرعه جدا، فلازم اخليه سخن قوي 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 فوق ما تتخيلوا.